السلام عليكم، بنرحب فيكم مرة ثانية. لازلنا بنستمر في الـ Financial Statement Analysis وفي شابتر 5، وبنكمل في حاجة اسمها الـ Business Combinations، واللي قدامكم هي عبارة عن يعني خلينا نقول عنها Steps 4 Steps for Consolidated Income Statement. خلينا نشوفها تبعا. زي ما انتم شايفين أمامكم في عنا 4 Consolidation Entries. أول حاجة نعمل Replace اللي هو 620,000 of the investments account with the book value of the assets acquired if less than 100% of the subsidiary is owned, the credit to the investments account is equal to the percentage of book value owned, and the remaining credit is the a liability account minority interest. طبعا هو بيحكي هنا على انه بنعمل استبدال مبلغ 620، هذا كأنه يعني شرح لطريقة البيرشيس، وأنا قلت لكم البيرشيس ميثود وقاعد بشرح الجزئية اللي هنا خاصة بالإنكم ستيتمنت. فإحنا زي ما بقول إحنا بنستبعد الاستثمارات اللي هي دي في البند رقم 1 اللي هو Investments in Micron، نرفع منها 620 وبنكمل 150 اللي هم الزيادة اللي ندفعه في الزيادة. دير بالكم 912 هذا الحساب معدل بقيمة النت انكم اللي صار في السنة الثانية، لأنه هاد دير بالكم للسنة الثانية، يعني كأنه بيحكي لنا يعني كونسوليديشن أكثر ما بيتكلم عن تحليل مالي. يعني أنا كنت حفوت هذه لأنه هاد درسناه في المتقدم. لكن يمكن الحاجة اللي بتهمنا هنا نتكلم على impairment of goodwill. impairment of goodwill اللي هو النقص اللي بيطرأ على شهرة الشركة أو شهرة المحل. بقول عادة الـ goodwill recorded in the consolidation process is subject to annual review for impairment. يعني احنا ما بنعملها amortization، ولكن حسب الفاز مطلوب منا نعمل تيست لإلها، هل نشوف حصل عليها انخفاض الـ goodwill، وطلب منا الفاز نشوفها نقيس أو نختبر هل حصل انخفاض على الجدول لا، يعني annually على الأقل مرة في السنة. فالخطوات بتاعتنا بتكون كالآتي: هل الـ fair value of Micron is compared with the book value of its associated investments account in search box؟ بنشوف الـ fair value لمايكرون نقارنها بالـ book value المتعلقة بالاستثمارات اللي خاصة طبعا الشركة الانفستي اللي هي سينرجي. If the current market value، إذا كانت القيمة السوقية is less than the investment balance، إذا كانت القيمة السوقية للشركة أقل من الرصيد الظاهر، goodwill is deemed to be impaired. ساعتها الرصيد الظاهر في ميزانية الشركة البيرنت، يعني goodwill is deemed to be impaired، يعني بيكون في احتمال كبير يكون جودويل حصل عليها انخفاض. طب ليش بقول ديمد؟ ديمد يعني يظن، لانه قد يكون الانخفاض مش على الجودويل، قد يكون على احد الاصول، اصول الثابته انا بعني. And an impairment loss must be recorded. في حاله زي هذه اذا فعلا كانت الجودويل هي اللي حصل عليها impairment، يبقى في قيد لازم نثبت فيه الخساره هذه ونحمله in the consolidated income statement. Impairment loss reported as a separate line item in the operating section of Synergy Consolidated Income Statement. طبعا بيظهر عندنا في بند لحاله قيمة الـ Impairment loss في القسم التشغيلي من يعني قائمة الدخل الموحدة لـ Synergy. A portion of the goodwill contained in Synergy Investments اللي هو جزء من هذا الـ من الـ goodwill الموجود في الـ Synergy Investments Account is written off. لازم الناس دول، ما هم تعرفين احنا دافعين بزيادة، فزيادة قلنا هذه قد يترتب عليها زيادة في الأصول، ما زاد عن أشياء زيادة لا تتعلق بالأصول بتكون goodwill. And the balance of goodwill in the consolidated balance sheet is reduced accordingly. وبالتالي بيتم تخفيض قيمة الـ goodwill في الـ consolidated balance sheet. طبعا كل هذا الكلام بيحكيه من وجهة نظر الـ purchase purchase method. وقلنا purchase صار في عندنا طريقة اسمها acquisition method، وهي التعديل على هذه، وإن كان هذه أصبحت غير مستخدمة. بقول في issues in business combination لازم ناخد بالنا منها. أولا contingent consideration، الآن بيحكي من وجهة نظر تحليل.
ايش الـ contingent considerations اللي بنسميه احنا المقابل اللي حيندفع اذا تحقق شرط معين. يعني في شركه بتشتري شركه اخرى صغيره، هي شركه بيرنت بتشتري سبسيدري او جزء من السبسيدري، وبنحط في عقد الشراء انه السنه الجايه اذا سعر السهم تبعهم ما ضلوش عند رقم معين او اذا هم ما عملوش ارباح معينه فساعتها مطلوب يا اما يرجعوا يا اما ندفع لهم، او اذا عملوا ارباح بعد حد معين الشركه البيرنت كانت حتدفع لمالكي الشركه السبسيدري مبلغ معين. فهنا ليش بنقول عنه contingent consideration؟ لانه مقابل احتمالي. ايش يعني احتمالي؟ اذا تحقق الشرط الكونسيدريشن بتندفع او تتحصل، بيعتمد احنا بنحكي من وجهه نظر مين؟ الناس اللي حياخدوا او الناس اللي حيدفعوا. A company usually calls the amount of any contingent consideration payable. Payable هذا للشخص اللي بده يدفع. In accordance with the purchase agreement بموجب عقد الشراء. When the contingency is resolved يعني إذا كان ظروف الاحتمالية اللي احنا وعدين ندفع فيها تحققات. And the consideration is issued or issued يعني لما بيكون يعني ساعة الشراء بتنحط liability وبنستنى لحد ما تنحل هذه، وبالتالي بنصدر او اللي هي الكونتينجنت كونسيدريشن لازم نعطيهم اياها. Allocating total cost. Once a company determines the total cost of an acquired company, it is necessary to allocate this cost to individual assets received. The excess of total cost over the amount assigned to identifiable tangible and intangible assets acquired, less liabilities assumed is record as goodwill. أظن هذا الكلام فاهمينه. يعني إذا أنا بشتري يعني حصة في شركة أو بشتري شركة بالكامل، المبلغ اللي بدفعه لازم يكون موزع قديش في عندي fixed assets وقديش في عندي equipment، قديش في عندي في عندي machinery، في عندي furniture، في عندي fixtures، في عندي tools، في عندي equipment، الآن وقديش في عندي liabilities. بعد ما نوزعهم الفرق بين الأسيتس والliabilities، فإذا في ضايل مبلغ زيادة احنا دافعينه بالزيادة فهذا أكيد يعني يفترض إنه هو بيتسجل كجدول. ضل عندنا حاجة مهمة، حاجة اسمها إن بروسيس ريسيرش أند ديفلوبمنت. إيش يعني إن بروسيس آر أند دي؟ أي بي آر دي اللي هو المقصود فيها اللي هي مصاريف البحث والتطوير اللي لسه لم تتم بعد، يعني لم ينتج عن هذا البحث والتطوير يعني اي ديليفربل، يعني اي منتج او يعني او خطه او برنامج عمل او معادله تصنيع او سمو او منتج. Some companies are write off a large portion of an acquisition's cost as purchase research and development. في بعض الشركات بحملوا هذا بالكامل كمصاريف of an acquisition cost، زي تكاليف اللي هو البحث والتطوير. Pending accounting standards في معيار لسه تحت المعالجة، will require capitalization بطلب الرسم لهذه الـ in-process research and development، وبنعملها annual testing for impairment زيها زي الـ goodwill، زي الـ goodwill يعني نشوف إذا كان حصل عليها انخفاض ولا لا. Debt in consolidation financial statements طبعا الديون في القوائم الموحدة. Liabilities in consolidated financial statements do not operate as a lien upon common pool of assets يعني لا يعامل معها كما لو كانت بركة لإجمالي الأصول. common pool يعني بركة ولكن زي ما انتم عارفين لأنه في حالة وجود دين متبادل بين البيرنت وبين السبسيدري بنعمل له elimination، لأنه هيك بصير إذا ما عملوش فبيكون double counting، يعني عند هذه بيكون credit أو عند هذه بيكون accounts payable عند البيرنت، بيكون عند السبسيدري بيكون اكونتس ريسيفبل. هذول الاثنين بيكونوا قد بعض فهم بيعملوا ريكونسيليشن لبعضهم البعض. ايضا في عندنا لازلنا في الايشوز ان بزنس كومباينيشن، في عندنا جين اون سبسيدري ستوك سيلز يعني المكاسب الناتجه عن بيع اسهم الشركه التابعه. والذا ايكويتي انفستمنت اكونت از انكريزد فيا سبسيدري ستوك سيلز، الاستثمار هذا او حساب الاستثمار بيزيد من خلال بيع الاسهم. Companies can record the gain either to income او to additional paid in capital اللي هو الايبك.
يعني يا إما بنتعامل مع الجين هذا ك يعني جزء من الـ income statement أو جزء من الـ additional paid-in capital في الميزانية في قسم الـ equity additional paid-in capital. Consequences of accounting for goodwill إن التبعات للمعالجة المحاسبية للـ goodwill. Goodwill is not permanent and the present value of super earning هي ليست دائمة والقيمة الحالية super earnings. ما هو ليش بيكون عند الشركات في goodwill؟ لأنه بتكون عندها الشركة قدرة تعمل أرباح غير عادية بيقولوا عنها super earnings. Declines إذا انخفضت هذه السوبر earnings as they extend further into the future future impairment loss are likely. يعني إذا حصل إنه هذه السوبر earnings انخفضت مع الوقت في المستقبل معناتها أكيد في عندي خسارة في المستقبل حتصير. Push down accounting طبعا push down accounting a controversial issue يعني موضوع جدلي is how the acquired company from a purchase الشركة اللي يعني استحوذت عليها من خلال شراء reports assets and liabilities in its separate financial statements if that company survives as a separate entity. طبعا هذا الموضوع الحل صراحة انه يعني لو شركة يعني تم استحواذ عليها بالكامل قبل شركة أخرى ولا زالت تعمل هل تعد تقارير مالية لحالها؟ طبعا المعايير هذه حلتها فصارت السبسيدري بتعمل تقارير والبيرنت كمباني بتعمل تقارير ولكن آخر السنة بيعمل consolidated statements. Additional limitations of consolidated financial statements يعني هذه هنا بتكلم على شوية يعني محدودية يعني استخدام القوائم المالية الموحدة. فبقول financial statements of the individual companies composing the larger entity are not always prepared on a comparable basis. يعني زي ما انتم عارفين لما بنعد قوائم مالية لشركة واحدة كبيرة في قلبها شركات تابعة مقارنتها مع شركات أخرى بتصير يعني not are not always prepared مش جاهزة لعملية المقارنة لأنه كيف نقارن شركتين فرضت بيبسي كولا مع كوكا كولا؟ بيبسي كولا في عندها 20 سبسيدري وكوكا كولا عندها شركتين سبسيدري. فكروا معايا إنه السبسيدريز مرات بيكونوش بيشتغلوش في السوفت درينكس يعني في المشروبات الغازية أو البابس لكن بصير المقارنة بين بيبسي كولا وبين كوكا كولا عملية صعبة. Consolidated financial statements do not reveal restrictions on use of cash for individual companies. زي ما انتم عارفين احنا في مرات في نقدية بتكون بنقول عنها restricted cash. Restricted cash هذه بتكون في الميزانية اللي خاصة بالشركة لحالها لكن لما بندمجوا الشركتين الصب والبيرن هذا التخصيص للكاش بيظهرش في القوائم الموحدة. فيعني كأنه عايز يقول انه عمل قوائم موحدة بيضعف او بيفقد بعض المعلومات المهمة اللي لازمة. زي انتوا عارفين هذا الريستريكتد كاش بيستخدم مرات لعمل سيتلمنت لديت او عمل اكسبانشن او جروث او عمل برودكشن لاين جديد او برانش او ديفيجن الى اخره. طبعا بقول مش بس هيك انه بيبينش الريستريكتد كاش نور دو دي ريفيل انتر كمباني كاش فلوز ولا بيبين انه احنا زي ما تو حكيت لكم بنعمل ريكونسايلنج بنستبعد بنعمل اليمينيشن العمليات المتبادله بين الشركتين بين الشركه البيرنت والصب. فبقول كمان هذه القوائم الموحده بتخفي التدفقات النقديه والريستريكشنز بليس اون ذوز فلوز اللي هي التدفقات سواء كانت في البيع او في السداد. يعني تخيلوا الشركة البيرنت تسد نيابة عن السبسيدري تمام أو تاخد منها فلوس أو تقترض منها أو تعطيها. Companies in poor financial conditions sometimes combine with the financially strong companies thus obscure analysis. بقول مرات شركة ضعيفة بتستحوذ على شركة قوية فالشركتين مع بعض لأنه بنعمل consolidated statements هذا بيضعف يعني إمكانية عمل تحليل للقوائم بتاعتهم لأنه الشركتين بصيروا شركة واحدة فبغطوا بعض.
extent of intercompany transactions is unknown. يعني unless the procedures underlying the consolidation process are reported. يعني التوسع في يعني معرفة يعني بيكون صعب ان احنا نعرف العمليات المتبادلة بين الشركتين اللي هي الصب والبيرنت في الكونسوليديتد ستيتمنتس ما لم يكن اجراءات الاعداد الكونسوليديشن موجودة كافصاحات تساعدنا نفهم وين في عمليات متبادلة بين البيرنت والصب. Accounting for the consolidation of finance and insurance subsidiaries can pose several problems for analysis. طبعا بيحكي على قطاع الشركات اللي بتشتغل في التمويل والتأمين. فبقول هذه يعني في بتتضمن مشاكل كثيرة. Aggregation of dissimilar subsidiaries can distort ratios and other relations. هذه يمكن تو حكيت عليها هنا انه مرات aggregation قصده يعني consolidation. يعني تجميع يعني بيانات لشركات مش متشابهة dissimilar subsidiaries يعني شركات تابعة مش متشابهة. يعني تخيلوا شركة مثلا زي جوال بيمتلك شركة تابعة بتشتغل في المشروبات الغازية وبيمتلك كمان شركة بتشتغل في المواصلات أو يعني أو الفاست فود ريستورانت. تمام الآن هذه يعني لاحظوا جوال هو تيليكوميونيكيشن وبيملك تو سبسيدريز كل واحدة بتشتغل في سيكتور فهيك بصير عمل يعني مقارنات بين جوال وبين مثلا الوطنية أو أريده بصير عملية صعبة لأنه هذه مشمول في قوانين موحدة شركات كل شركة بتشتغل في قطاع إنتاجي مختلف فبيخلي النسب ملهاش معنى اللي إحنا والعلاقات يعني صعب نطلع باستنتاجات بينها. Consequences of accounting for goodwill التبعات للمعالجة المحاسبية للشهرة طبعا تنسوش الشهرة هي سبب ظهورها هي superior earnings يعني super earnings يعني انه الشركة عندها قدرة تعمل ارباح غير عادية. Superior competitive position is subject to change بقول يعني هذا الوضع التنافسي عادة قابل للتغيير. Goodwill is not permanent فيش حاجة اسمها goodwill الى ما لا نهاية كأنه عايز يقول الجودويل ممكن تضعف ممكن تزيد ممكن تقل. فالريزيدوال جودويل ميجرمنت بروبلمز يعني قياس قيمة الجودويل الموجودة يعني فيها مشكلات. تايمينج اوف جودويل رايت اوف سيلدم ريفليكس برومبت ريكوجنيشن اوف ذس لوس ان فاليو يعني بقول حتى الوقت اللي بيصير فيه تخفيض على الشهرة نادرا ما بيعكس الانخفاض اللي حصل لأن احنا اصلا نعترف بهذا الانخفاض على الشهرة بنعترف في آخر السنة زي ما انتم عارفين، لكن ممكن يكون الانخفاض حصل في شهر اثنين. فإحنا ما بنعترفش في شهر اثنين، بنعترف فيه لما نعد القوائم المالية. أيضاً من ضمن الأشياء اللي بيحكي عليها بيقول هان in many cases goodwill is nothing more than mathematical application of accounting rules giving little consideration to value received and return. يعني هذه جملة جدلية وفلسفية. ممكن واحد يكتب فيها بحث تخرج او بحث ماجستير بقول انه هي الجود ويل هي يعني في اغلب الحالات هي مش اكتر من عمليه تطبيق ميكانيكال تطبيق ميكانيكي للمعايير المحاسبيه والقواعد ويعني يعني giving little consideration to value يعني ملهاش معنى نعطيها قيمه received and return يعني لانه فكره انه تخصيص المبلغ اللي بدفعه بالزياده في قيمه يعني اونرشيب انترست لشركه انه هذا المبلغ اللي بدفعه هو جود ويل مش بالضروره يكون جود ويل لانه في مرات بيكون انا شاري شركه اغلب اصولها اللي ظهر في ميزانيتها مقومه باقل من قيمته باقل من قيمتها فكانه انا اللي دافع زياده مش في شهره دافع زياده لانه الاصول اصلا قيمتها اكثر من قيم الظاهره فعشان كده بقول هي شغله مجرد ميكانيكال ابلكيشن يعني تطبيق ميكانيكي لمجموعه قواعد بيترتب عليها انه يطلع عندي كونسيدريشن يعني قيمه لاصل اسمه جودويل لكن هي فعليا احنا ما دفعنا فيها قيمه في اغلب الاحوال يعني ان ريتيرن يعني في المقابل. Goodwill on corporate balance sheet يعني بقول الشهرة في شركات في الميزانية بتاعت الشركات typically fails to reflect a company's entire intangible earning power
ممكن هذا برضه موضوع بحثي، هذا ممكن يكون الناس بيعملوا أبحاث ومبدعين. بقول إنه الشهرة في ميزانيات الشركات يعني عادة تفشل إنها تعكس قدرة الشركة، قدرة وصول الشركة غير الملموسة على تحقيق الإيراد، يسموها إيرنج باور، القدرة الإيرادية. يعني لو أنا قلت لواحد، يعني عشان أقول لكم أقرب لكم الموضوع شوية، لو قلنا لها شركة أنت عندك جود ويل 100,000، طب ال 100,000 هذه يعني قديش بتعطيني قدرة إيرادية؟ إيش يعني قدرة إيرادية؟ يعني قصدي الشركات اللي عندها جود ويل 100,000 لازم تعمل أرباح فرضا مليون دولار. ما فيش علاقة ما بين ظهور الجود ويل وما بين إمكانية قياس قدرة الشركة على تحقيق الإيراد. هذا موضوع يعني برضو بحث للناس المعنيين بالبحث العلمي. طبعا طريقة البولينج اوف انترست برضو هذه الطريقة يعني ما عادتش مستخدمة كتير. هذه أوقف العمل، this allowed for a combination initiated post، يعني this allowed مش مسموح فيها من جون 2001. فزي ما قلت تقريبا احنا وقفنا هذه الطريقة من بدري. الآن وصلنا لموضوع كتير مهم اسمه derivative. الderivative زي ما تعرفين اللي هي المشتقات، هي أحد السكيورتيز، وهي على أشكال كتيرة، منها الأوبشنز ومنها السوابس ومنها الفيوتشرز ومنها الفوروردز، ودول كله هندرسه في المحاسبة الدولية إن شاء الله. فبقول hedges are contracts، hedge اللي بسموها عقود التحوط. عقود التحوط are contracts that seek to insulate companies from market risk، يعني هذه العقود وظيفتها تحمي الشركة من مخاطر السوق. such as أظن هدول بحكي قاعد أنواعها، futures options swaps وفي forwards بس مش حكى عنها، are commonly used as hedge، هذه أدوات تحوط. derivative securities or simply مرات بنختصر بنقول عنها derivatives are contracts، يعني هي عقود whose value is derived from the value of another asset or economic item such as stock, bond, commodity, interest rate or currency exchange rate. صراحة هذا الجزء الأخير هناخده في الدولية، لكن زي ما انتم عارفين الderivative المشتق أو المشتقات المالية بتستمد قيمتها من حاجة بنقول عنها الـ underlying asset. الـ underlying asset قد يكون stock أو bond أو commodity أو interest rate أو زي ما انتم شايفين الـ exchange rate اللي هو الـ foreign currency exchange rate. طبعا هذا أخذنا عنه إذا بتتذكروا في متوسط 2 أخذنا قسم خاص بالـ financial instruments والـ hedge accounting، معرفش إذا فاكرين ولا لا. They can expose companies to considerable risk because it can be difficult to find derivative that entirely hedge the risk or because the parties to the derivative contract fail to understand the risk exposure. يعني باختصار عشان أقول لكم إنه الشركات عادة معرضة لمجموعة من المخاطر اللي مرات من الصعب جدا إن احنا نلاقي يعني derivative اللي ممكن تعمل entirely hedges the risk. عشان زي ما أذكركم الكلام درسناه في متوسطة 2، كنا في متوسطة 2 نقول لازم يكون في عنا full effectiveness، أحد شروط الهيدج إنه لازم يكون في عنا documentation للهيدج risk أو risk to be hedged. نمرة 2 لازم يكون في عندي علاقة فعالة ما بين الريسك ما بين الهيدج instrument. إيش يعني علاقة effective relationship؟ إنه لما الهيدج انسترومنت سعرها بيزيد معناتها بيكون الاندرلاين اسيت سعره بيقل، ولازم يكون اذا في عندي فول افكتيفنس اذا هذه زادت 10% هذا بينقص 10%. فبقول مرات نلاقي اداء تغطي لي الانتاير هيدج ذا ريسكس، يعني تعمل لي هيدجنج على كل الريسك بالكامل، اور بيكوز ذا بارتيز to the derivative contract fail to understand the risk exposure. عشان كده في documentation كشرط أساسي في الـ hedge transactions إذا تتذكروا كان مهم جدا نحدد إيش هي الـ risk اللي هي الشركة معرضة فيه، وبالتالي هي مضطرة تستخدم أحد الـ derivative لتتحوط ضد الخطر هذا، لأنه في كتير مرات hedge instrument بتمشي يعني parallel مع الـ
مع الريسك، بمعنى انه الريسك قصدي الاندرلاين اسيت بيزيد نتيجه الريسك اللي بنحكي عليه، اللي هو مثلا زياده سعر او انخفاض سعر تحول العملات او صرف العملات، والديريفاتيف انسترومنت بيزيدوا، مع انه الاصل انه واحد يزيد واحد ينقص عشان يعملوا ريكونسايلنج للجين واللوس اللي بصير على الاداتين. طبعا اداه التحوط اللي هي الديريفاتيف، والاندرلاين اسيت اللي انا بتحوط ضد هبوط سعره مثلا، اذا بتكلم على خطر الهبوط في السعر. فموضوع هذا حنعيد عليه بعض الاشياء هذه، يمكن حناخذها في المحاسبه الدوليه. طبعا هنا بيحكي على الديفينيشنز بتاعت الفيوتشرز والسوابس والاوبشنز، تمام؟ فبيحكي هم لو اخذتوا بالكم الثلاثه هم كونتراكتس، كونتراكت كونتراكت كونتراكت، وهي ان اجريمنت بتوين تو اور مور بارتيز، برضه هنا بتوين تو اور مور بارتيز، تمام؟ نفس الكلام هذا. بس هنا ايش؟ تو بيرشيس اور سيل سيرتن، هذا في الفيوتشر، تو بيرشيس اور سيل سيرتن كوميديتي، ان احنا نشتري او نبيع يعني سلعة معينة or financial assets at the future date، وفي تاريخ مستقبلي at a defined price بسعر محدد. The future date بنقول عنه احنا settlement date، هذه يعني تسمية أخرى. The swap هو بين طرفين زي ما قلنا or more to exchange future cash flows، يعني ليش أضيع وقتكم فينا، بس هنا أغلب النوع هذا من السوابس يستخدم في حاجة اسمها الـ variable interest rate، ومرات بيستخدم، يمكن هي بحكي عنه بقول عنه especially interest rate and foreign currency risk، يعني لكن هو أكثر سواب يستخدم في حالة الـ interest rate أو في حالة الـ future in cash flows. يعني مثلا في واحد له وديعة، عشان أديكم مثال عليها، واحد له وديعة في البنك والعائد على الوديعة متقلب حسب معدل الفائدة العالمي، فمرة بيجي له 5%، مرة بيجي له 7%، مرة بيجي له 10%، مرة بيجي له 2%. فبروح بعمل هيتش انسترومنت، بوقع عقد سواب مع هيتش كومباني، وبقول لهم شوفوا أنا ماليش علاقة بمعدل الفائدة، أنا بدي فائدة سنوية 10%، لأن تزيد عن 10 إلكو نكسط على 10 عليكم، أنا المهم إلي الـ 10%. هذه فكرة الهيدجينج اجينست يعني انسرتينيتي اوف فيوتشر كاش فلوز. طبعا نفس الكلام بنقال الانترست ريت في حالة ايراد الفوائد على السندات. طبعا الفورين كرنسي يستخدم في الاسواب، بس لا بالغالب بنستخدم فيه احنا الفوروردز او الفيوتشرز بيناسبها اكثر، وان كان ممكن يستخدم مع سوابس. الاوبشنز هو يمكن هذا اكثر وسيلة مستخدمة، والاوبشنز زيها زي الفيوتشر، بس في حاجه واحده تقريبا في اختلاف، انه في الفيوتشرز مطلوب من اللي وقع عقود عقد الفيوتشر لازم ينفذه، لكن في الاوبشنز الموقعين ممكن ايهما هي خيار، عشان كده بنقول عنها خيارات البيع والشراء، هي خيار. وهذا الخيار نوعين، في منه كول اوبشن وفي منه بوت اوبشن. كول اوبشن يعني خيار شراء، وبوت اوبشن هي بيحكي عنه هان خيار بيع. وطبعا كلمه اوبشن يعني ممكن في تاريخ في السيتلمنت ديت انت تلاقي والله لا انا كنت متفق معك انك تعطيني فرضا سهم او سلعه او سمي اي حاجه متفقين نشتريها منها، ادفع لك عليها 10 دولار. في تاريخ السيتلمنت اللي هو بيكون عدد الفيوتشر ديت كان السعر اقل من اللي انا متفق عليه، ليش اشتري منك ب 10 اذا في السوق ب 9؟ لكن في الفيوتشرز غصب عنهم الطرفين بدهم ايش؟ ينفذوا عمليه الشراء. طبعا هو بيتكلم هنا على الديريفاتيف سكيورتيز زي ما انتم شايفين. لو تتذكروا في التو لما حكيت في البروبلمز بتاعت الهيدجينج كنت بحكي ضروري جدا انه يكون في الدوكيومنتيشن محدد ايش نوع الريسك اللي معرضه له الشركه، وبالتالي طبعا ان احد اصولها ينزل او احد يعني مشترياتها يترتب عليه زياده في التسديدات، او احد مبيعاتها يقل حجم المتحصلات، فلا بد في الدوكيومنتيشن يكون محدد فيه الخطر والشيء اداه التحوط، وهل يعني يكون في توضيح هل في افكتيفنس فول افكتيفنس بين
الديريفيتيف انسترومنت وبين الاندرلاين اسيت، يعني هل بيمشوا عكس بعض، ولازم يكون محدد في الدوكيومنتيشن يعني ايش البروسيس اللي هتستخدمها الشركه عشان تتاكد انه العلاقه بين الاندرلاين اسيت وبين الديريفيتيف او الهيدج انسترومنت يعني لا زالت علاقه عكسيه، انه اللحظه اللي بيصيروا يمشوا مع بعض ما عادتش الديريفيتيف انسترومنت او الديريفيتيف سيكيورتي ما عادتش هيدج انسترومنت. عشان كده هذا يعني متطلبات، لان من ضمن الكلام اللي انا حكيت لو اخذتوا بالكم انه الهيدج لازم يكون محدد الخطر، فالخطر هنا ممكن يكون تقلب في القيمه العادله لبعض الاصول او تقلب في التدفقات النقديه اللي طالعه في حاله الشراء او اللي جايه في حاله البيع، او في الفورين كرنسي هيدج ان انا بدي ادفع لناس بالدولار وخايف الدولار يزيد عليا على الشكل او العكس. فبقول هدول في الهيدج في منه فير فاليو هيدج وفي كاش فلو هيدج وفي في في فورين كرنسي هيدج. الصراحه الفورين كرنسي هو اصلا كاش فلو بس هو حاطه صنف لحاله لا باس، لان هو يمكن بدي اركز عليه، احنا هنركز عليه كثير في المحاسبه الدوليه. لكن بقول الفورين كرنسي في منه برضه فير فاليو هيو وفي منه كاش فلو هيو، وفي نوع جديد يمكن عشان كده هو حاطه لحاله اسمه هيدج اوف نت انفستمنتس ان فورين اوبريشنز. يعني تخيل شركه امريكيه في لها استثمار في شركه يابانيه حوالي 25%، هذا اسمها نت انفستمنتس ان فورين اوبريشنز، يعني صافي الاستثمار في عمليات اجنبيه، عمليات اجنبيه يعني لدى شركه اجنبيه بتشتغل برا امريكا. الان انا بدي اعمل هيدج عشان قيمه الاستثمار تبع الصافي هذا في الشركه اليابانيه ما يقلش. طب ايش السبيكيوليشن او سبيكيوليتيف؟ وهذا دير بالكم ممنوع الشركات وفقا للفاز بانها تعمله، لانه الفاز بيعطوهم امكانيه يتحوطوا للمخاطر اللي بيتعرضوا لها. لكن السبيكيوليتيف ان انا استخدم الديريفيتيف كسبيكيوليتيف انسترومنت يعني استخدمها للمضاربه، انت كشركه فاتحه عشان تبيع المنتجات مش فاتحه عشان تضاربي على فروق اسعار اللي هي ادوات التحوط. خلينا نقف شويه نشوف حجم الفيديو بعدين نرجع.